بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن انتهينا من موضوع أعتبره من المواضيع الأساسية والحيوية في مادة قانون المسطرة الإلهية والمتعلق بالشرطة القضائية، ومما لا شك فيه خلصنا إلى أن هذا الجهاز المهم يعترف له المشرع الإجرائي بمجموعة من الصلاحيات والوظائف، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات البحث التلبسي. صحيح أننا حاولنا بين الفينة والأخرى أن نتلمس بكل تواضع مفهوما جديدا للشرطة القضائية، ومما لا شك فيه ونحن نقارب هذا المفهوم الجديد لاحظنا على أن العدالة الجنائية تنفتح على أجهزة وازنة، وكما قلنا هناك بنية مركبة للشرطة القضائية، وعندما نركز على أهم المتدخلين في هذا العمل الهام نجد الأمن الوطني، الدرك الملكي، وإدارة مراقبة التراب الوطني، حيث وقفنا على أهمية العمل الذي يمكن أن تقدمه هذه الأجهزة الوازنة في الدولة للعدالة الجنائية. سننتقل إلى موضوع يحوز أكاد أقول أهمية قصوى، مر معنا الحديث عن قضاء النيابة العامة، وحاولنا أن نقارب هذه المؤسسة القضائية من حيث البنية ومن حيث الخصائص التي تتميز بها، ولاحظنا على أن المغرب يدشن مرحلة جديدة لعمل هذه المؤسسة القضائية الوازنة الهامة داخل المؤسسات القضائية فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، ومن دون أن نتسرع في الحكم على هذه التجربة التي ستعرف فيها النيابة العامة التي أفضل أن أقول عنها أنها قضاء يجسد الحق العام، وأتمنى أن تكون محاضراتي الأخيرة كما وعدتكم بذلك حول تحديد مفهوم الحق العام، وسنحاول أن نقف على هذا المفهوم الذي نقول عنه أنه ليس مفهوماً من اليسر أن نحدده، ولكننا نحاول بين الفينة والأخرى ونحن نستشرف مستقبلاً طيباً للعدالة الجنائية أن نعمل على تكريس هذا المفهوم. ستلاحظون معي ورغماً عن الوظائف التقليدية التي يشغلها أو يسندها المشرع الإجرائي لهذا الجهاز المهم أو لهذه المؤسسة القضائية المهمة، مما لا شك فيه أنه ومنذ سنة 2002 والمشرع الإجرائي ينفتح على مهام جديدة لهذا الجهاز، ونحن هنا نتلمس، وخاصة عندما تبنى المشرع المغربي استقلال قضاء النيابة العامة. يمكن أن نقول اليوم أننا بصدد تكريس مفهوم جديد لهذا القضاء، أكاد أقول أنه يلامس بعمق مفهوم الحق العام،
مفهوم تجسيد هذا القضاء للحق العام. لكن نحن دائما أمام التجارب الجديدة نأخذ مسافة حذر. لماذا؟ لأنني وكما قلت لكم في إحدى محاضراتي المتواضعة، المفاهيم الجديدة على المستوى التشريعي لا بد أن نضمن لها في المنطلق حد أدنى من الاشتغال في أفق مزيد من التعميق التشريعي إن صحت هذه العبارة، لأنه حينئذ ستكون قد توافر التراكم المطلوب من أجل أن نحسم ما هو الاتجاه النهائي الذي ينبغي أن تأخذه هذه المؤسسة داخل المفهوم الجديد. اليوم في هذه المحاضرة المتواضعة سنحاول أن نقف على وظائف النيابة العامة بعد أن خلصنا قبل هذا من بنية هذا الجهاز وخصوصية هذا الجهاز. ودائما أفضل أن أبقى في إطار تكريس هذا المفهوم أن النيابة العامة قضاء يجسد الحق العام. الحديث عن وظائف النيابة العامة، سنحاول اليوم أن نقارب وظائفها التقليدية، وإن شاء الله في المحاضرة المقبلة سنعمل بتواضع على تلمس الوظائف الجديدة. ولاحظوا معي أننا نتعامل مع المقتضيات القانونية بمنطق تركيبي يحاول أن يستجمع كل المعطيات، ولكن بهدف أساسي استشراف مستقبل العدالة الجنائية، بمعنى أننا عندما نحاول أن نقف بخصوص هذه المؤسسة سواء على وظائفها التقليدية المعروفة والتي مما لا شك فيه أنه لا يمكن أن تبقى كذلك، وستلاحظون معي أن في بعض الوظائف التقليدية المحاول المشرع يحاول أن يقربها مما يستشرفه من مستقبل هذه المؤسسة، بمعنى لا بد أن نعي مسبقا ولو أننا نقارب الوظائف التقليدية لا بد أن نقف على يعني هذه العبارة أن نأخذها بين قوسين. عندما نقول تقليدية فلا نعني بها أن المشرع الإجرائي قد حافظ عليها كما كانت. لاحظوا معي ونحن نقف على قضاء النيابة العامة نأخذ كثير من الحذر. لماذا؟ لأن الموضوع دقيق ودقيق جدا، خاصة عندما نقف على حقيقة إجرائية أن النيابة العامة هي التي تطلق هذا الحق العام، هي التي تطلق الدعوة العمومية، هي التي تحرك الدعوة العمومية. ولو أن المشرع الإجرائي يشرك معها في إقامة الدعوة العمومية أطراف أخرى، ولكن تبقى هي الطرف الأهم. دائما ننطلق من أن النيابة العامة قضاء يجسد الحق العام، وعندما نعطي ولاحظوا معي أن العدالة الجنائية تقوم على هذا المفهوم، بناؤها أساسها يقوم على مفهوم الحق العام، وبالتالي عندما يسند المشرع الإجرائي لهذه المؤسسة إطلاق هذا الحق وهي تستقل بممارسة هذا الحق، باعتقاد المتواضع لابد أن نكون يعني مستجمعين لكل ما يساهم في إبراز أهمية هذه المؤسسة على هذا المستوى. الحديث عن وظائف النيابة العامة ينطلق أولاً
من تحديد مفهوم الدعوة العمومية. لاحظوا معي في كل الدعاوى الأخرى أو تقريبا غالبية الدعاوى نتحدث عن الدعوة، وعندما نكون بصدد الدعوة في مجال المسطرة الجنائية، في مجال العدالة الجنائية، نتحدث عن الدعوة العمومية. دعوني أتحدث بداية من دون أن نعمق، ونحن هنا نلامس فقط بعض الأفكار الأولية من أجل أن نقف عن الخصوصية التي تتميز بها الدعوة في المجال الجنائي، وأقصد بها الدعوة العمومية. فكرة الدعوة كان لها تاريخياً ارتباط بالحق، بمفهوم الحق، بمعنى أن الدعوة كان لها مفهوم لإعلان القضاء عن الحق، بل أكثر من ذلك كان لها تاريخياً قيمة مالية. ولاحظوا معي هنا عندما سأحاول أن أميز بين مفهوم الحق العام، الحق المجتمعي العام، وبين مفهوم الحق الخاص المالي الذاتي الذي تحركه الأنانية الفردية، المصلحة الفردية. لاحظوا معي أننا وكأننا هنا نحاول أن نضع اليد على استقلال هذا المفهوم، مفهوم الدعوة العمومية، عن بقية الدعاوى الأخرى. وإلا إن لم نضع اليد على ما تتميز به الدعوة في المجال الجنائي لا يمكن أن نفهم الخصوصية. لذلك قلت بأن مفهوم الحق العام هو مفهوم عميق، مفهوم خاص بالعدالة الجنائية، مفهوم عندما تريد أن تحيط به بسرعة تكاد لا تفهم الخصوصية. ولكن نحن هنا نحاول أن نقارب هذا المفهوم بكثير من الحضارة. إذا لاحظوا معي كيف أن الدعوة كان لها ارتباط بالحق، بل كانت لها طبيعة مالية مرتبطة بالذمة المالية. اليوم الدعوة أمام القضاء لها مفهوم مستقل عن الحق. ستلاحظون معي لماذا أركز على هذه المسائل، وربما أقولها بداية حتى نميز بين مفهوم الدعوة العمومية ومفهوم حق العقاب الذي تملكه الدولة. إذا لاحظوا معي كيف أن المفاهيم هي جد جد دقيقة في العدالة الجنائية، لكن من سيخلط بين مفهوم حق العقاب الذي تملكه الدولة ومفهوم الحق العام الذي ما فتئت أركز على أنه حق مجتمعي. إذا لابد علينا أن نميز ومنذ البداية بين الدعوة العمومية التي نحاول أن نقاربها بحذر، وبين مفهوم حق العقاب الذي تملكه الدولة. إذن في التطور أصبح للدعوة، ونحن هنا نتحدث بصفة عامة، أصبح لها مفهوم مستقل عن الحق. يمكن تعريفها بصفة عامة أنها السلطة التي يستمدها الشخص من القانون من أجل الحصول من هيئة قضائية مؤسساتية، أي تنتمي لمكونات الدولة، اقتضاء حقه الذي يدعي أن له الحق فيه. لاحظوا معي مفهوم الدعوة اليوم. وما دمنا اليوم في مجتمع تخلى نهائياً عن العدالة الخاصة، وسبق أن وقفنا في التطور التاريخي
العدالة، وقفنا عن العدالة الخاصة وكيف انتقلت من عدالة خاصة إلى عدالة عامة، ونحن نلمس بكل قوة مفهوم العدالة العامة في المادة الجنائية. لاحظوا معي الخصوصية في كل مؤسسة نقاربها في مجال المسطرة الجنائية إلا ونجد أنفسنا في خصوصية، وعندما نواجه الخصوصية علينا أن نقنع بما يبرر بكفاية على أن هذه الخصوصية لأن تعطي الاستقلال. نبحث من خلال الخصوصية عن قواعد خاصة لابد وأن تكون مبررة بالشكل المطلوب، بالشكل الذي يقنع المخاطب بهذه الخصوصية بما يبررها. ولاحظوا معي عندما نتحدث عن هذا المجال الإجرائي، لاحظوا معي أننا لسنا هنا في مجال الجريمة والعقاب، لا، نحن هنا أمام سجل آخر إن صحت هذه العبارة، سجل الضمانات، أي ضمانات المحاكمة العادلة للمقدم للعدالة، وأمام استجابة لردود الفعل المجتمعية، أي هذا الحق العام، هذا الحق العام الذي تقوم مؤسسة أي طرف مؤسساتي لجسيده، لإطلاقه، لممارسته، لمراقبته إن شئنا. اليوم نحن أمام مجتمع تخلى عن العدالة الخاصة بحيث تبقى الدولة هي المقدم الوحيد للعدل، والدعوة هي الوسيلة التي تلزم الدولة على توفير العدل لمن يطلبه. ونحن هنا نتحدث عن العدالة الجنائية، وعندما نتحدث عن العدالة الجنائية لا يطلبه طرف خاص بل يطلبه المجتمع. ولذلك أحرص ومنذ البداية ونحن هنا بدأنا ندخل، لا أقول في التعقيدات، ولكن بدأنا ندخل في التدقيقات الإجرائية، وبالتالي لابد وأن ننطلق من مفاهيم سليمة. والحال هنا أننا بصدد مفهوم خاص للدعوة، دعوة عمومية، دعوة تجسد حقا مجتمعيا عاما، وبالتالي أمام هذا الوزن الذي تأخذه الدعوة لابد أن تكون القواعد مختلفة، لابد أن يكون المنطق الإجرائي مختلف، لابد أن تكون الفلسفة حتى مغايرة لما يمكن أن نقف عليه في المساطر الأخرى. في المجال الجنائي الجريمة، هذا هو المجال الذي نتحدث عنه، أو المحور الذي ننطلق منه، الجريمة تعطي الحق في نوعين من الدعاوى. لن أدخل اليوم في تفاصيل، لاحظوا معي أن منهجيتي أنني أنطلق من التبسيط، أنطلق من الحضر، أنطلق من أخذ مسافة، لا لشيء سوى لأن الأمر سيأخذ تعقيدا شيئا فشيئا، وبالتالي نحن نريد هنا أن نقف على ما هو المنطق الذي يتحرك من خلاله أو تتحرك من خلاله كل هذه المعطيات أو هذه الإجراءات. قلنا نوعين من الدعاوى، دعوة من أجل تطبيق العقوبات، وأفضل أن أقول إنزال العقوبات، لأن نحتاج فكرة تطبيق العقوبات وتنفيذ العقوبات فيما بعد، أي بعد الإدانة. لاحظتم معي ومنذ بالمحاضرة الأولى نحن نحتاط من المصطلحات، لماذا؟ لأن لكل توظيف اصطلاحي دلالة، وربما قد نكون أمام نفس المصطلح يعرف
تشغيلات متعددة، توظيفات متعددة، علينا أن نعي بهذه التوظيفات المختلفة. من باب أولى أن نعي بأهم توظيف يكون للمصطلح، لأن مما لا شك فيه أن لكل مصطلح توظيف أهم. قد تكون له توظيفات أخرى، ولكن قد تكون له توظيفات أهم. عندما يتطلب منك الأمر أن توظف المصطلح في أقصى ما يمكن أن يوظف به، عليك أن تختار المصطلح المناسب. واحدوا معي، نحن أمام قانون إجرائي، نحن أمام آليات قانونية، قواعد قانونية إجرائية، لابد وأن تكون صالحة للتشغيل على مستوى على مستوى التطبيق. نحن لسنا أمام قواعد موضوعية، نحن أمام قواعد إجرائية هي التي تعمل على تشغيل القواعد الموضوعية. بدون قواعد إجرائية لا يمكن أن تضمن تشغيلاً للقواعد الموضوعية. لاحظوا معي كيف أن القواعد الإجرائية قواعد تعطي أكاد أقول الحياة لقانون الموضوع. وبالتالي أمام هذه الحقيقة إن وعينا بما فيه الكفاية بهذه الحقيقة، مما لا شك فيه أن التدقيق على المستوى القانون الإجرائي هو أكثر من التدقيق على مستوى الموضوع. إذن هناك دعوة من أجل تطبيق العقوبات أو من أجل إنزال العقوبات تسمى دعوة عمومية أكسيون بوبليك، وهناك دعوة لإصلاح الضرر الذي أحدثته الجريمة وتسمى دعوة مدنية أكسيون سيفيل. لاحظوا معي، لم أذكر عبارة دعوة مدنية تابعة. نقرأ هذا عند البعض أو عند الكثيرين أعتقد، عندما يتحدثون عن الدعوة المدنية أمام القضاء الجنائي ينعتونها بالدعوة المدنية التابعة. والحال عندما نرجع لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية لا نجد هذه التسمية. قلت لكم العناوين قوانين، وأكاد أقول التسميات قوانين، أكاد أقول تسميات قوانين. أن لنا أن نسمي هذه الدعوة المدنية أمام القضاء الجنائي بالدعوة المدنية التابعة، والحال أن المشرع لم ينعتها كذلك. حتى وأنني ممن يطرح السؤال حول هذا، أكاد أقول هذا التوظيف، هذا الانفتاح على الدعوة المدنية، هذه الإمكانية التي تعطى للضحية من أجل الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني أمام القضاء الجنائي، مما لا شك فيه أن هذه الدعوة المدنية أمام القضاء الجنائي لها فوائد، مما لا شك فيه. ولكن الجنائي سواء كان موضوعياً أو إجرائياً، عندما ينفتح على مفاهيم خارج عن مجاله لابد وأن يجتهد في هذه المفاهيم، لابد وأن تظهر في تناوله للمفاهيم الخارجة عن مجاله أن يظهر هامش من الاجتهاد تفرضه الملائمة مع خصوصية المادة الجنائية سواء كانت موضوعية أو إجرائية. على أي حال دعوني فيما هو بسيط لأقول بأن كما قلت الجريمة تعطي الحق في نوعين من الدعاوى، دعوة عمومية ودعوة مدنية. دعوة عمومية من أجل تطبيق العقوبات، ودعوة مدنية من أجل إصلاح الضرر الذي أحدثته الجريمة. عندما نريد أن نعرف الدعوة العمومية أكسيون بوبليك، يعرفها الفقه بأنها العمل الإجرائي. لاحظوا عندما نتحدث عن عمل إجرائي نتحدث عن تشغيل
وعن تطبيق وعن ما هو ملموس، بمعنى أن الجانب التنظيري لا أقول بأنه يغيب في المادة الإجرائية، لا حاضر، ولكن نجاعة الإجراء يجب أن تلمس على المستوى الواقعي، على مستوى التطبيقي. ولهذا الفقه يعتبر على أن الدعوة العمومية هي العمل الإجرائي الممارس باسم المجتمع من طرف النيابة العامة من أجل وقوف القاضي المختص على الفعل المعاقب أولا، إقامة وتأسيس إجرام الفاعل، لاحظوا هنا الحديث عن المسؤولية الجنائية وكل توابعها ومكوناتها، ثم الوصول ثالثا إلى النطق بالعقوبة المقررة سلفا من طرف المشرع. نحن نشتغل في المادة الجنائية بالمبدأ القائل أو الذي يقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا يلزم القاضي في كل نازلة ترد عليه. هذه الدعوة لابد أن نلاحظ في المنطلقات، ودائما نحن نحرص على أن تكون منطلقاتنا سليمة، حتى عندما نريد أن نفهم ما هي الأبعاد، ما هي الحكمة، ما هو المنطق، كيف يمكن أن نطور، كيف يمكن أن نحدث، كيف يمكن أن نفهم هذه المنظومة المركبة، لابد وأن نعي بمدى أهمية المنطلقات. ولهذا نقول بشأن الدعوة العمومية ينبغي أن لا نخلط بين مفهوم الدعوة العمومية وبين مفهوم الحق في العقاب. قلتها أكثر من مرة أن الدعوة العمومية حق عام، حق مجتمعي عام، وفي التعريف الفقهي نلاحظ ذلك بكل وضوح، حق يملكه المجتمع، بينما حق العقاب حق تملكه الدولة، تملكه الدولة بمجرد ارتكاب الجريمة، بمجرد ارتكاب الجريمة تملك الدولة حق العقاب. وهذه المسائل التي أركز عليها في المنطلقات هي التي ستساعدنا على فهم هذه التركيبة التي أتى عليها هذا التنظيم الإجرائي في كل مرحلة مرحلة بالنسبة لكل متدخل، سواء كان من داخل المؤسسة القضائية أو من خارجها. تمييز بين مفهوم الدعوة العمومية وبين مفهوم حق العقاب سيفيدنا في أمور إما أن نقف عليها اليوم أو أن نقف عليها في المحاضرات المقبلة إن شاء الله. الدعوة المدنية تفترض بالإضافة للاضطراب الاجتماعي الناتج عن الجريمة، وأنتم درستم في مبادئ العامة للقانون الجنائي على أن الجريمة يترتب عنها اضطراب اجتماعي، وهذا الاضطراب الاجتماعي كما قلت هو الذي يولد للمجتمع حقا عاما تستجيب له الدولة بالقانون عبر قضاء يجسده هو النيابة العامة. تفترض الدعوة المدنية بالإضافة للاضطراب الاجتماعي اللي هو حق يولد حقا خالصا للمجتمع الناتج عن الجريمة المرتكبة، تفترض أن هناك ضرر مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة لشخص خاص. لاحظوا معي أننا في العدالة الجنائية لابد وأن نقيم وزنا للتمييز بين الطرف المؤسساتي الذي يجسد الحق العام والأطراف الخاصة. إن لم نعي بأهمية هذا التمييز في الدعاوى الأخرى، في غالبية الدعاوى الأخرى، نحن لسنا أمام هذه الخصوصية، نحن لسنا أمام هذا التمييز، بينما في العدالة الجنائية نحن أمام هذا التمييز. لك من جهة طرف مؤسساتي لا يمثل الدولة
الطرف المؤسساتي لا يمثل الدولة. صحيح تحدثنا عن حق الدولة في العقاب، ولكن النيابة العامة تجسد حقا عاما، حقا مجتمعيا عاما. ولذلك عندما نقول طرف مؤسساتي، لا هو من مكونات الدولة، نعم، ولكنه لا يمثل الدولة، بل يمثل المجتمع، يمثل الحق العام الخالص للمجتمع. بينما في مواجهة هذا الطرف المؤسساتي هناك أطراف خاصة، ومنهم الضحية. ولاحظوا معي أن النيابة العامة لا تمثله، النيابة العامة لا تجسد حق الضحية، بل تجسد حق المجتمع، على اعتبار أن المجتمع هو الضحية الأصلي، إن صحت هذه العبارة في العدالة الجنائية، وليس الضحية كطرف خاص. صحيح سنرى أو نحن نقف في الدعوة المدنية أمام القضاء الجنائي على أن هناك فسحة أو هناك نافذة، إن صحت هذه العبارة، تفتح في وجه الطرف الخاص، طرف المتضرر الخاص، لأن الطرف المتضرر العام الذي يهمنا والذي يكون من وراء إطلاق الحق العام عبر المؤسسة النيابة العامة والمجتمع. وصحيح اليوم النقاش على أشده فيما إذا كان ينبغي أن نبقي على الضحية خارج المنظومة الإجرائية، أم ينبغي إدخاله ليس فقط بالهوامش المحدودة اليوم، ولكن بأكثر من ذلك. ولكن لاحظوا معي، أي متغير أساسي في منطق المشغل القواعد المسطرة الجنائية يفرض علينا إقناعاً، يفرض علينا تسلح بمبررات، والأهم من كل ذلك كما أقول دائماً ألا نمس بالنواة الصلبة للمادة الجنائية، للمادة الجنائية نواة صلبة أن ويدور، لا على المستوى الموضوعي ولا على المستوى الإجرائي. إن وقع المساس بالنواة الصلبة للمادة الجنائية، نفقد أو تفقيد هذه المادة الخصوصية، وتصبح لا أقول أكاد أقول تنزلق القواعد المتحكمة في المجالات الأخرى. ونحن لدينا، ولهذا أركز على مفهوم الحق العام، هو الذي يعطينا الخصوصية لهذه المادة الجنائية. سنمس بمدى صلابة مفهوم الحق العام، أكاد أقول بأن مفهوم الحق العام هو النواة الصلبة لهذه المادة، عندما ننفتح على قواعد خارج ما تأصلت به المادة. ونحن هنا في المادة الإجرائية، أنا هنا أحذر، سنقف إن شاء الله في المحاضرة المقبلة على مفهوم العدالة التصالحية وعلى الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة، سنركز على الصلح الجنائي، وسنرى لماذا لم نفلح في تطبيق هذه المؤسسة الجديدة. وربما أكاد أقول طبيعي ومنطقي، لماذا؟ لأن ليس سهلا أن تنفتح العدالة الجنائية التي تأصلت بمفهوم الحق العام، أن تنفتح العدالة الخاصة ولو بهوامش معينة. نرجع للدعوة العمومية لنقول هنا نحن أمام اشتراط، بالإضافة لمفهوم الاضطراب الاجتماعي الذي يدور حوله مفهوم الحق العام، ضرر مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة لشخص خاص، هذا الشخص له حق المطالبة القضائية بالتعويض عن الضرر. كيف يمكن تعريف الدعوة المدنية على غرار ما عرفنا به الدعوة العمومية؟ نقول كذلك أن الدعوة المدنية هي عمل إجرائي يمارس من طرف ضحية الجريمة من أجل وقوف القاضي المختص على أولاً حقيقة الضرر الناتج عن الجريمة، ثم إقامة وتأسيس مسؤولية الفاعل عن حدوث الضرر. لاحظوا معي التدرج الذي خذه أو تأخذه مفهوم الدعوة، وهو تدرج منطقي، الوقوف على حقيقة الضرر الناتج عن جريمة، إقامة وتأسيس مسؤولية الفاعل عن حدوث الضرر، ثم الحصول على تعويض
أو استردادات الضروري. المبدأ المنطقي الذي أؤمن به هو أساسي، ولا يمكن أن نفهم خصوصية المسطرة الجنائية إلا انطلاقا منه، أن الدعوة العمومية منفصلة عن الدعوة المدنية. إن لم نعي بأن الدعوة العمومية منفصلة عن الدعوة المدنية لا يمكن أن نفهم الخصوصية. وهنا أحيل على التمييز بين مفهوم الحق العام ومفهوم الحق الخاص. لا يمكن أن نخلط بين المفهومين. صحيح أن غالبية التشريعات تعطي الحق للمتضرر أن يرفع دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي عندما تكون الدعوى العمومية مطارة محالة كما يقول بذلك الفقه، ولكن نحن هنا نشتغل في إطار هامش مسموح به وليس انطلاقا من إجراءات أصيلة في المادة الإجرائية. إن لم نعي منذ البداية بأن الدعوة المدنية أو الانفتاح على الدعوة المدنية أو على المطالب المدنية وإعطاء المتضرر حق التماس وطلب التعويض أمام القضاء الجنائي، إن لم نفهم بأنه يعني مقبول في حدود معينة، أكاد أقول استثناء من الأصل الذي أو الأصول أصول القواعد التي تشتغل بها العدالة الجنائية، في اعتقادي ما قلته في بداية المحاضرة يعني أو ما نخاف عليه من المساس بالنواة الصلبة للمادة الجنائية سواء في الجانب الموضوعي أو في الجانب الإجرائي يصبح يعني مطروحا بقوة. لكن الدعويين العمومية والمدنية لهما مصدر واحد، ما هو؟ الجريمة. لذلك كان لهما ارتباط بالنسبة لبعض القواعد، أهمها إعطاء الاختيار للضحية إما أن يرفع دعواه المدنية أمام القضاء المختص أصلاً هو القضاء المدني، أو أن يرفعها أمام القضاء الجنائي. أيضاً يمكن أن نتلمس الفرق بين الدعوة العمومية والدعوة المدنية. ولاحظوا معي هنا نحن نميز بين مفهوم الحق العام ومفهوم الحق الخاص، ولا يغرب عن البال أن مفهوم الدعوة تأصل ومنذ البداية ارتباطاً بالحق وارتباطاً بالحق المالي. ولاحظوا معي أن المادة الجنائية استقلت فيما بعد بهذا المفهوم، أي مفهوم الحق العام تمييزا له عن مفهوم الحق الخاص. أيضا عندما نقف على في مواجهة من تقوم كلا الدعويين نلمس بعض الاختلاف. الدعوة العمومية تقوم ضد الفاعل الأصلي، ضد المساهمين، ضد المشاركين. الدعوة المدنية تقوم ضد هؤلاء وأيضا ضد ورثة هؤلاء ضد الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم. في المادة 7 من المسطرة الجنائية، من قانون المسطرة الجنائية، نلمس ما سبق وأن وقفنا عليه في الدعوى المدنية. المشرع ينصص على أن كل من تعرض شخصياً لضرر جسماني
أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة له الحق في هذه الدعوة المدنية. الدعوة المدنية من حق كل من تعرض لضرر، كل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. لكل عبارة ولكل كلمة في ما أتى في المادة 9 له وزنه. لاحظوا معي كيف أننا في الدعوة المدنية أمام القضاء الجنائي نحن نتشدد في كون ضرر شخصي وفي كون له ارتباط مباشر بالجريمة حتى لا نبتعد أكثر وحتى لا يصبح الانفتاح على المطالب المدنية بعيد عن أصل النشأة الذي هو الجريمة، لأن قلنا الجريمة هي التي تعطي المتضرر الحق في الدعوة المدنية أمام القضاء الجنائي. والمادة 7 واضحة وشروطها واضحة. المادة 9، في المادة 9 نقف على إمكانية أن تقام كلا من الدعوة العمومية والدعوة المدنية أمام القضاء الجنائي، يعني إقامتهما في آن واحد أمام القضاء الجنائي. طبيعة الحال عندما نكون أمام إحالة للدعوة العمومية على هذا القضاء، لأن الدعوة الأصلية هي الدعوة العمومية. إذا ما كانتش دعوة عمومية لا يمكن، ولو أننا سنلاحظ على أن هناك أحكاماً، وهذه الأحكام لا أقول أنني أتحفظ عليها، لا أقول أحكاماً أنا أفضل المقتضيات، أن الأحكام تصدر عن السادة القضاة، أفضل أن أتحدث عن المقتضيات. فهذه المقتضيات أنا هنا حذر، لأنني أمام انفتاح المادة الجنائية وأخاف أن تمس نواة الصلبة المادة الجنائية، وبالتالي هذه الدعوة أصالتها قواعدها الأصلية تجدها أمام القضاء المدني في المسطرة المدنية، بينما نحن هنا أمام منطق مغاير، أمام تشغيل منطق إجرائي له خصوصية. إلى أي حد عندما ننفتح بمقتضيات مهما كانت دقيقة مهما كانت محدودة، إلى أي حد نحن هنا لا نخالف أصالة كل من الدعوة العمومية والدعوة المدنية. في المادة 10 نقف على إمكانية الفصل بين الدعوة العمومية والدعوة المدنية، بحيث يبقى الاختيار للمعني بالأمر إما أن يراجع القضاء الجنائي أو أن ينتظر. وهنا تجي حتى في المادة 10 الجنائي يوقف المدني. لاحظوا معي الخصوصية، لاحظوا معي الأولوية، لاحظوا معي أولوية الحق العام على الحق الخاص. ولذلك أتشدد في مفهوم الحق العام، هو حق مجتمعي، أما الحق الخاص حق مالي، حق ذاتي، حق يقبل التنازل، حق يقبل الصلح. وإن كنا في العدالة التصالحية في المادة الجنائية في الحصة، يعني في المحاضرة المقبلة إن شاء الله، سنقف على ما هي المبررات التي تقف وراء تبني المشرع الإجرائي لمفهوم الصلح. هل له مفهوم مغاير عن المفهوم الذي يتأصل به في المادة الأصيلة التي تتبناه كمفهوم منسجم مع قواعدها؟ إن هي المادة المدنية عموما صفة عامة تمييز لها عن المادة الجنائية. في المادة 12 نقف على ضرورة تناول الدعوة المدنية أمام القضاء الجنائي بهامش من الخصوصية تحافظ الدعوة المدنية انتماءها الأصلي المادة المدنية.
المشير الإجرائي ينصص على أن الأسباب المسقطة للدعوة العمومية، الأسباب المسقطة للدعوة العمومية اللي هي موت الشخص المتابع، تقادم العفو الشامل، نسخ المقتضيات الجنائية، اكتساب المقرر في المسطرة الجنائية، نجد على أن الأوامر والإحكام والقرارات تأخذ هذا المصطلح ديال المقرر، والأمر هنا يتعلق بالإحكام والقرارات عندما تكتسب قوة الشيء المقضي به، وتنازل المشتكي عن شكايته، هذه يعددها يعني المشرع الإجرائي في المادة يعني في المواد المنصوص عليها في المسطرة الجنائية من أسباب سقوط الدعوة العمومية. هذه الأسباب إن حدثت أو إن كنا أمام سبب من أسباب سقوط الدعوة العمومية، هذا لا يحول دون أن تبقى الدعوة المدنية قائمة أمام القضاء الجنائي. لاحظوا معي أننا أمام الانفتاح على الدعوة المدنية، ومع ذلك مهما حاولنا أن نلائم تبقى خصوصية الدعوة المدنية مفروضة في بعض القواعد على المشرع الإجرائي الجنائي. على أي حال سنرجع لهذا الموضوع المتعلق بالدعوة المدنية في الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة، وخاصة عندما نقف على الصلح الجنائي. بعد أن فرغنا من فهم الدعوة العمومية وتمييزها عن الدعوة المدنية، لابد وأن ننطلق من أهم وظيفة تقوم بها النيابة العامة، والتي تعكس وتجسد هذا المفهوم، مفهوم الحق العام، ويتعلق الأمر بالمتابعة. تحدثنا ربما في المحاضرات الأولى عن مبدأ الملائمة أو مبدأ ملائمة المتابعة، هذا المبدأ الذي يأخذ به المشرع المغربي يعطي لقاضي النيابة العامة سلطة تقديرية، إما أن تختار طريق المتابعة أو أن تختار طريق الحفظ، يسمونه الحفظ، وأنا شخصياً أفضل أن أدقق فيه أن أقول الحفظ بدون متابعة، أن كلاسمون سون سويت، حتى نتبين ماذا نعني بهذا الحفظ. ستلاحظون معي على أن المشرع المغربي في المسطرة الجنائية ومنذ 2002 تبنى طريق ثالثة، وهي الصلح الجنائي، ولكن عندما نعي بأن الصلح الجنائي هو بديل عن المتابعة، هل نحن هنا أمام طريق ثالث؟ هناك من يؤكد على أن أصبح للنيابة العامة طريق ثالثة، لم تعد تقدير إن صحت هذه العبارة أو تستعمل سلطتها التقديرية بين قرار المتابعة وقرار الحفظ بدون متابعة، أصبح بإمكانها شروط معينة في جرائم معينة أن تختار هذا الطريق أو هذا المسطرة إن صحت هذه العبارة، أي الصلح الجنائي. ولكن الصلح الجنائي، ولو أن كما قلت لكم في الدرس التوجيهي، هذا الصلح الجنائي راه تسمية فقهية، أما المشرع الإجرائي يتحدث عن الصلح، وما دمنا في الفضاء الجنائي أطلقت عليه هذه التسمية الصلح الجنائي. المشرع الإجرائي لا يتحدث عن هذه التسمية بهذا التعبير،
قلنا العناوين قوانين، وقلنا بأن التسميات هي أيضا تدخل نقول في المقتضيات القانونية، مما لا شك فيه عندما ينصص عليها المشرع رها تدخل في إطار المقتضيات القانونية. ولكن في العمل الفقهي في اختيار عبارة معينة أو صيغة معينة أو تسمية معينة على هذا المجتهد أن يبقى ملتصقا، لأن نحن في مبدأ الشرعية ولا يمكن للفقه، القضاء يلتزم بمبدأ الشرعية، الفقه نفسه ينبغي أن يلتزم، لا أقول كما يلتزم القاضي الجنائي، القاضي الجنائي يطبق المقتضيات القانونية وبالتالي هو ملزم. الفقيه يمكن له هوامش من أجل الاجتهاد، ولكن منطلقات الفقهية، المنطلقات الفقهية يجب أن تكون ملتزمة 100% بالمقتضيات التشريعية، وبالتالي اختيار تسمية ما، صيغة ما، إذا كانت في المقتضى القانوني لا يمكن لنا في المنطلق، في منطلق النقاش، في منطلق النقاش الفقهي إلا أن ننطلق منها. هل كان المشرع موفقا أم لم يكن؟ هذا موضوع آخر، ولكن في المنطلقات الفقهية عندما نريد أن نقارب مؤسسة قانونية معينة لابد أن نحترم أولا التنصيص التشريعي وإرادة المشرع، وبالتالي يمكن أن نناقش بعد ذلك. النيابة العامة لها في المغرب، ستلاحظون معي أن هناك طريقتان في المتابعة أو نظامين في المتابعة، ما يسمى بالنظام القانوني وما يسمى بالنظام التقديري، هذا الذي أتحدث عنه وهو الذي يأخذ به المغرب، أنه يعطي المشرع الإجرائي للنيابة العامة سلطة تقديرية بين المتابعة والحفظ بدون متابعة. إذا رجعنا للمادتين، المادتين 40 و49، طبيعة الحال هنا إما أن نتحدث عن وكيل الملك أو عن الوكيل العام للملك بحسب اختصاص النوعي لكلا المؤسستين. في المادة 40 تتحدث عن أن وكيل الملك يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات التي أفضل أن أستعيض عنها بالبلاغات، المشرع ينصص على هذا مبدأ الملائمة ويتخذ ما يراه ملائما بشأنها، إذن له سلطة تقديرية إما أن يتابع وفق فصول المتابعة المنصوص عليها في القانون الجنائي في التشريع الجنائي، أو أن يتخذ قرار الحفظ بدون متابعة وله ذلك. المادة 49 تتحدث عن الوكيل العام للملك، هو أيضا يتلقى المحاضر والشكايات والبلاغات إن صحت هذه العبارة، وتضيف المادة 49 ويرسلها عندما يتعلق الأمر بالاختصاص الموكول لوكيل الملك، ويرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص عندما يتعلق الأمر باختصاص هذا الأخير. نقول بشأن المتابعة أن هناك أسلوبان، هناك الأسلوب القانوني وهذا الأسلوب على خلاف الأسلوب التقديري، أي الذي خذ بمبدأ ملائمة المتابعة. النظام القانوني أو الأسلوب القانوني في المتابعة لا يترك خيارا للنيابة العامة، النيابة العامة ملزمة كلما أحيلت عليها المسطرة أن تتابع. لاحظوا معي هنا وكأن مفهوم أو تجسيد مفهوم الحق العام نمطي آلي، النيابة العامة لا تملك سلطة تقديرية. هناك من سيقول بأن هذا الأسلوب
أسلوب يجسد مفهوم الحق العام بشكل كامل. أنا هنا يعني أكون محتاطاً من هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن لا نعطي للنيابة العامة، خاصة اليوم النيابة العامة تشتغل بشكل مستقل عن السلطة السياسية، عن السلطة التنفيذية. وبالتالي ستلاحظون معي أن الحفظ بدون متابعة لا يعني مطلقاً إهمال القضية أو التخلي مطلقاً عن القضية. يمكن أن يبعث أو تبعث القضية من جديد عندما تظهر عناصر جديدة في القضية، وبالتالي هذا الحفظ وكأنه انتظار من أجل توافر الحد الأدنى من المعطيات التي تجعل النيابة العامة مقتنعة بما تقوم عليه المتابعة. لابد باعتقادي المتواضع أن نترك هذه السلطة التقديرية للنيابة العامة من أجل الملائمة. النيابة العامة قضاء يجسد الحق العام، يستجيب لمطلب مجتمعي قد يكون لها نظر في تقدير هذه الاستجابة، وبالتالي استجابة الآلية لردود الفعل المجتمعية لا يمكن باعتقادي المتواضع أن تخدم مفهوم الحق العام بمفهومه النبيل. حتى وأنه عندما نرجع للنظام القانوني أو الأسلوب القانوني يكاد لا نلمس الفائدة من وراء جسيد قضائي لهذا الحق العام. عندما تنزع عن السلطة القضائية هامش من السلطة التقديرية في المجال الخاص بها، أنا أعتقد وكأنك تنزع عنها الصفة القضائية. ثقوا بي أن لكل مؤسسة قضائية ندرسها هامش من السلطة التقديرية. ولاحظوا معي دستورياً نحن نعتبر أن القضاء يحمي الحقوق والحريات، وبالتالي مفهوم السلطة القضائية الصفة القضائية في عمقها، فلسفتها، في منطقها، هو أن تعطي لهذا القاضي مهما كان موقعه هامش من السلطة التقديرية. أنتم الآن تلاحظون معي على أن النيابة العامة لها سلطة تقديرية، ستلاحظون معي أن مع قاضي التحقيق له سلطة تقديرية، أيضا لقاضي الحكم سلطة تقديرية. إن نزعت عن القاضي السلطة التقديرية، صحيح هناك من الفقه من يتشدد، لا أقول في نزع الصفة، في نزع السلطة التقديرية، لا، في تعطيل السلطة التقديرية إجرائيا، ولكن لا تعتقد أن المهمة سهلة، ولكن مبدئيا، منطقيا، موضوعيا، من أجل يعني أن نكون ملتزمين يعني مع المؤسسة القضائية وما ينبغي لها وما يضمن لها الشغال الطبيعي والمنطقي، هو أن تترك لها هذه السلطة التقديرية. وهنا نتحدث عن المتابعة. النيابة العامة في المغرب تملك هذه السلطة التقديرية في ملائمة المتابعة. صحيح أننا اليوم نفكر بمنطق البدائل، لا أريد أن أعمق فيه اليوم في المحاضرة المقبلة إن شاء الله. أنا منطق البدائل خذه بمسافة حذر. لماذا؟ لأننا أمام حق عام. منطق البدائل في اعتقاد المتواضع منسجم أكثر مع المواد الأخرى، حتى وأن اليوم الكل يتحدث عن الوسائل البديلة لحل المنازعات. هذا منطق لا أقول في تناقض تام مع المادة الجنائية، يمكن أن يشغل في حدود معينة، ولكن اختيار الحدود التي تقبل الوسائل البديلة صحيح. عندما أنا تحدث عن بدائل الاعتقال الاحتياطي، هذا مطلوب في المادة الجنائية. عندما نتحدث بصفة عامة عما يمكن أن يلطف من المساس بالحقوق والحريات، هذا مطلوب في المادة الجنائية. ولكن عندما نتحدث عن الحق العام، ما يجسد الحق العام، كما هو الحال مثلا في الموضوع الذي نحن بصدده اليوم، أنا هنا في بدائل المتابعة أو في ما يسمى بالعدالة التصالحية
آخذها بحذر، لا أنزاع عنها فائدة، الفائدة لا أنزاع عنها الفائدة. يمكن للعدالة الجنائية أن تنفتح، ولكن بأي شروط؟ بالنسبة لأي جرائم، وفق أي مسطرة، باستهداف أي غاية. هذا هو الذي جعلني، ولاحظوا معي في المادة الإجرائية في المجال الجنائي نحن محتاطين أكثر، لأن الرهانات كبيرة عندما تتحدث عن حق مجتمعي عام، عندما تتحدث عن عدم الإفلات من العقاب، عندما تتحدث عن حق الدولة في العقاب، وهو التزام هذا حق الدولة في العقاب، ليس حقاً تستفيد منه الدولة هكذا، بل هو التزام يقع عليها في علاقتها بالمجتمع. بمعنى أن الدولة عندما تملك حق العقاب، معنى ذلك هي مطالبة بصدد كل جريمة، بصدد كل جريمة، أن تنجح في إنزال العقاب على مرتكبها. ولاحظوا معي أن الدولة تدبر هذا الحق العام، تمليك حق العقاب وهو التزام كما قلت، وتدبر الحق العام اللي دابا تندرسوا فيه المتابعة والدعوة العمومية، تدبره بالقانون عبر مؤسسة تنتمي للدولة ولكنها مستقلة. ولذلك النيابة العامة لابد أن تشتغل في استقلال عن السلطة التنفيذية. المغرب كان موفقاً في تبني هذا الاستقلال. لا أقول بأن العملية سهلة، ولا أقول أو أتسرع في الحكم على التجربة، ولا بد وأن نعطي مساحة معقولة لتراكم التجربة. وأنا موقن على أنه سيصل أو سنصل في وقت معين، لا أقول أن نعيد جذرياً النظر فيما قمنا به أو اتخذنا من مقتضيات قانونية، لا، ولكن أن نحسم نهائياً ما هو الاتجاه الذي ينبغي. ولاحظتم معي أنه اللي تحدثنا عن السياسة الجنائية، لاحظنا أن يمكن أن تطرح مشاكل، ولكن هذه المشاكل يمكن التغلب عليها ليس الآن، لا، حتى تعطي المؤسسة تشتغل بشكل مستقل ونشوف ما هي المشاكل الحقيقية التي يمكن أن تواجهها، وبالتالي الكل مؤطر بالقانون، حينئذ يمكن أن نراجع القانون الخاص بنقل الاختصاصات من وزير العدل للنيابة العامة. عندما نعطي النيابة العامة السلطة التقديرية في ملائمة المتابعة، لابد أن نعي بأن هذه السلطة لا تلعب دورها إلا بمرحلة تحريك الدعوة العمومية. هذه السلطة ليست مطلقة، هي أولاً مؤطرة بالقانون، ومؤطرة بزمن معين. بمجرد أن تثير النيابة العامة المتابعة وتتحرك الدعوة العمومية، لا تملك النيابة العامة بشأن الدعوة العمومية. لاحظوا معي نوبل جسيد النيابة العامة الحق العام، ويترتب عن ذلك نتيجتين. النتيجة الأولى أن النيابة العامة عندما تتخذ قرارها بالمتابعة لا يمكن أن تحول دون تدخل القاضي. صحيح أن النيابة العامة هي التي تمكن قضاء الحكم من التدخل، هي التي تمكن قضاء الحكم من القضية عندما تتخذ قرارها بالمتابعة، عندما تتحرك الدعوة العمومية، ولكن عندما تتخذ هذا القرار تخرج القضية من يدها، ولا يمكن أن تحول دون تدخل القاضي الجنائي. هنا عندما لا تبقى النيابة العامة مقتنعة بالمتابعة، نقول أنها تطالب أو تقف موقف تلتمس فيه الإعفاء من التهمة، ولكن هذا لا يعني أنها تتخلى عن المتابعة أو تتنازل عن المتابعة أو تفرض على القاضي الذي بيده الحسم في القضية قراراً معيناً. سبق وإن قلنا بأن القاضي الجنائي الذي يحسم النزيلة هو محكوم فقط باقتناعه. ولاحظوا معي وكأننا نضع الاقتناع أعلى نقطة
لابد وأن يصل لها القاضي الجنائي من أجل أن يحسن، لا يمكن له أن يلاحظ معي. ولو بقي له هامش من الشك في الإدانة عليه أن يبرئ، لأن البراءة يمكن أن تكون يقينية مؤسسة ويمكن أن تكون لفائدة الشك. لم يقتنع القاضي الجنائي بالإدانة عليه أن يبرئ. لاحظوا معي، البراءة يمكن أن تكون خالصة مؤسسة ويمكن أن تكون لفائدة الشك. لم يستطع القاضي الجنائي أن يقتنع بالإدانة، بينما الإدانة ينبغي أن تكون بيقين. لا يمكن مطلقا للقاضي الجنائي أن يدين إلا إذا كان مقتنعا تمام الاقتناع بهذه الإدانة، بينما البراءة هناك هامش للشك، والشك يفسر لصالح المتهم. النتيجة الثانية، لا يمكن للنيابة العامة أن تتخلى عن طرق الطعن المفتوحة أمامها. لاحظوا معي، عندما قاربنا خصائص النيابة العامة قلنا بأن النيابة العامة طرفاً أصلياً في الدعوة العمومية، طرفاً مدعياً في الدعوة العمومية، ولكن لا يملك أن يفرض على القاضي الجنائي استجابة القرار الذي اتخذه بشأن متابعة مرتكب الجريمة بالفصول المقررة قانوناً. ولكن عندما لا يستجيب القاضي لمطلب النيابة العامة، لملتمس النيابة العامة، لتوجه النيابة العامة، يبقى للنيابة العامة شأنها شأن الطرف الخاص ولو أنها طرف عام، ولذلك قيل عنها أنها خصم شريف، يبقى لها حق الطعن. ولكن لا يسمح للنيابة العامة، وهنا الخصوصية، وهنا نوب الحق العام، وهنا ولو أن النيابة العامة رها قاض قبل أن تكون طرفا، النيابة العامة قاض قبل أن تكون طرفا، وعلينا أن نستحضر الصفة القضائية قبل أن نناقش صفة الطرف، وبالتالي تغلب الصفة القضائية على صفة الطرف، فتعطي صفة الطرف خصوصية وتمييز عن الطرف العادي، عن الطرف الخاص، عن الطرف الذي تحكمه الذاتية والأنانية والمصلحة الشخصية. عادي، لا يمكن للنيابة العامة أن تتخلى عن طرق الطعن المفتوحة في وجهها قانونا، ولا أن تتخلى عن طعن تقدمت به. هنا نستحضر المادة 372 التي تتحدث، وله فلسفة ما يسمى بالتماس إيقاف سير الدعوة. من الصلاحيات الجديدة النيابة العامة أن بإمكانها حسب المادة 372 أن تلتمس إيقاف سير الدعوة. هنا لابد وأن نكون أمام جنحة معاقبة بسنتين حبسا على الأكثر، هذا يحيلنا على الجناح الضبطية. لابد أن نكون سنتين حبسا على الأكثر، أو غرامة لا يتعدى حدها الأقصى 5000 درهم، ولا بد أن يكون في القضية تنازل طرف المتضرر عن شكايته، هذاك المتضرر المطالب بالحق المدني. ولاحظوا معي، وقفنا على الدعوة المدنية وقلنا بأن حدود ما يسمح به الطرف المتضرر المطالب المدنية، الحق الخاص، الحق المالي. أما الدعوة العمومية تخرج عن هذه المسألة، وإن كان في الصلح الجنائي سنلاحظ على أن المقاربة مختلفة، حدود معينة وشروط معينة وبفلسفة معينة وبمنطق إجرائي معين. ما لم تكون المحكمة قد بتت، عندما يتدخل القاضي الجنائي ليحسم في النزيلة، لا يمكن مطلقا أن نتحدث عن التماس النيابة العامة لإيقاف سير الدعوة. لاحظوا معي، ستلاحظون معي أن هذا المجال ممكن، هذه جرائم ممكن أن تعرف قبل إقامة الدعوة العمومية الصلح الجنائي. إن لم تعرف هذا، بإمكان النيابة العامة أن تلتمس إيقاف سير الدعوة. لاحظوا معي، نوبل سيد النيابة العامة الحق العام نلمسه في هذه الصلاحية الجديدة التي أصبح المجتمع الإجرائي يعترف
يعترف بها لقضاء النيابة العامة بإمكانها أن تلتمس إيقاف سير الدعوة العمومية بشروط معينة تذكرها المادة 372 وقفنا عليها. قلنا النيابة العامة إما أن تتابع، إما أن تتخذ قرار المتابعة، أو أن تعمد إلى حفظ الملف. قلت لكم حفظ الملف بدون متابعة، الحفظ بدون متابعة كلاس موصوفي. هذا الحفظ يختلف عن الأمر بعدم المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق الذي يقبل الطعن، هذا قرار إداري. لا يقبل الطعن الذي يقبله الأمر بعدم المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق والذي يمكن أن ينهي المسطرة على مستوى التحقيق. صحيح أن هذا القرار الذي اتخذه النيابة العامة، هل كان المشريع موفقا في عدم فتح المجال للطعن فيه أم لا؟ هذا يبقى في اعتقادي رهين بما ستسفر عنه تعديلات المدخلة في قانون المسطرة الجنائية، إن عاجلا أم آجلا. النيابة العامة بإمكانها أن تتخذ هذا القرار وهو لا يقبل الطعن الذي يقبله الأمر بعدم المتابعة، معناه أن النيابة العامة تحتفظ بالملف. شوف غير السمية ديال الحفظ، وأفضل الحفظ بدون متابعة، ولكن يمكن للنيابة العامة أن تتراجع عن هذا القرار كما قلنا عندما تظهر أو يظهر من الأسباب ما يمس الدعوة العمومية. النيابة العامة لا تملك الدعوة العمومية، الدعوة العمومية يملكها المجتمع، وهي تثير المتابعة لتتحرك هذه الدعوة باعتبارها حقا عاما خالصا للمجتمع. عندما يظهر في الملف هي قررت الحفظ لأنها لم تقتنع بأن المعطيات اللي بالملف كافية لإقناعها باتخاذ قرار المتابعة، تعمد إلى حفظ الملف بدون متابعة، ولكن عندما يظهر من المعطيات ما يمكن أن يغير هذا الاقتناع، يمكن للنيابة العامة أو تسترجع النيابة العامة حقها، هذا الحق المجتمعي العام اللي هو ديال المجتمع، وهي فقط مجسد له أو نائبة للمجتمع عندما تملكه ولا تتصرف فيه كما ذكرنا، تسترجع إمكانية المتابعة بخصوص هذه الأفعال. مبررات الحفظ أو مبررات هذا القرار الذي اتخذه النيابة العامة أي الحفظ بدون المتابعة، يمكن أن لا تشكل الأفعال جريمة، قدر تكون قضية ذات طبيعة مدنية أو غيرها خارجة عن مجال تدخل القضاء الجنائي. يمكن أن تكون القضية قد تقادمت وفق المدد المحددة قانونا، يمكن أن يصدر بشأن القضية عفو، ويمكن أن لا يتم العثور على مرتكب الجريمة. صحيح أن النيابة العامة يمكن أن تلتمس التحقيق ولو ضد مجهول كما سنرى اليوم في طرق المتابعة، ولكن لا يمكن الإحالة على المحكمة إلا عندما نكون أمام مرتكب جريمة معلوم، وبالتالي عندما لا يتم العثور على مرتكب الجريمة تعمد النيابة العامة إلى حفظ الملف. بخصوص طرق إثارة المتابعة، وسنلاحظ في طرق إثارة المتابعة أن هناك صلاحيات جديدة منحت النيابة العامة، ومما لا شك فيه أن الصلاحيات الجديدة في غالبيتها في اعتقادي المتواضع تساهم في تكريس مزيد من الصفة القضائية للنيابة العامة. صحيح الاستقلالية نحن نراها بشكل إيجابي في الجانب الذي يضفي مزيد من الصفة القضائية عن النيابة العامة، في السابق عندما كانت تابعة لوزير العدل كانت أقرب إلى الموظف العمومي منه إلى القاضي، أقول هذا تجاوزاً أو الفقه يقول به. نتلمذ على فقهائنا ونحاول أن نتلمس ما هي الحكمة من وراء آرائهم. اليوم لم نعد مطلقاً أو لم يعد بإمكاننا مطلقاً أن نقول بأن النيابة العامة هي أقرب
إلى الموظف منه إلى القاضي، لأن تشتغل خارج ما يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية من سلطة على السلطة القضائية، لأن السلطة القضائية مستقلة والنيابة العامة ولو عاشت طيلة حياتها في تبعية السلطة التنفيذية اليوم ستعرف اشتغالا لا أقول حرا، لأن الكل يعني الكل مؤطر بالقانون وبشكل دقيق، خاصة المادة الجنائية كما لاحظتم معي مبدأ الشرعية لا على المستوى الموضوعي ولا على المستوى الإجرائي نحكم محكومين مبدأ الشرعية، ولكن هذا استقلاليا نحن نقرأها في إعطاء وإدفاء مزيد من الصفة القضائية للنيابة العامة، وكذلك نقرأ بعض الصلاحيات الجديدة. انطلقوا من المخالفات وانطلقوا من المادة 375 التي تتحدث عند السند القابل للتنفيذ، يجوز للنيابة العامة، يمكن للنيابة العامة في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها المشرع بغرامة فقط. لاحظوا معي، نحن هنا أمام مخالفة معاقبة بغرامة فقط، لأن بعض المخالفات معاقبة بعقوبات سالبة للحرية. نحن نستشرف مستقبلا طيبا القانون الجنائي، ونتمنى أن لا يبقى في المخالفات، هذا هو التوجه، وأعتقد أن هذا هو التوجه الذي سيسير فيه المغرب، أن المخالفات يعني أو أغلب المخالفات أو المبدا العام في المخالفات أن لا تكون هناك عقوبات سالبة للحرية، أن لا يكون هناك اعتقال، لأن المساس بالحرية في المخالفات يسمى من ناحية القانونية بالاعتقال. دونك عندما تكون النيابة العامة، ولاحظوا معي وهذه إمكانية بيد النيابة العامة، النيابة العامة غير ملزمة ولكن لها إمكانية ذلك، ونحن هنا ندرسها في إطار طرق إثارة المتابعة. عندما تكون النيابة العامة أمام مخالفة معاقبة بغرامة فقط، ويكون ارتكاب هذه المخالفة مثبت في محضر أو تقرير، ولا يظهر في هذه المخالفة متضرر أو ضحية، يمكن للنيابة العامة أن تقترح على المخالف أي الذي ارتكب المخالفة بمقتضى سند قابل للتنفيذ أن يؤدي غرامة جزافية تبلغ، دققوا معي هنا، تبلغ، على خلاف الأمر القضائي في الجناح. هنا المشرع في السند القابل للتنفيذ يتحدث عن هذه الغرامة الجزافية تبلغ نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة من ناحية القانونية. بطبيعة الحال كما النيابة العامة مختارة في سلوك هذه الطريقة، كذلك المخالف يمكن أن يقبل ويمكن أن يرفض هذا الاقتراح الذي تقدم به أو تقدمت به النيابة العامة في إطار شروط نجدها في المادة 377. هناك شروط في السند، وهناك أيضا أجل محدد للمخالف ليتخذ قراره بشأن هذا المقترح. إذا رفض نحن أو نرجع للمسطرة العادية في يعني المحاكمة فيما يخص المخالفات. في الجناح نحن دائما في إطار طرق إثارة المتابعة، شفنا المخالفة، السند القابل للتنفيذ كصلاحية جديدة بيد النيابة العامة، نحن نراها في إطار مزيد من الصفة القضائية للنيابة العامة، وفي إطار ما يمكن أن نرى عليه من نبل والسمو السيد النيابة العامة الحق العام. في الجناح المادة 383 نحن هنا نتحدث عن الأمر القضائي في الجناح، في الجناح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، ترى تقريبا نفس التقنية ونفس المنطق، ويكون ارتكاب هذه الجنحة مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر. القاضي يعمد إلى إصدار أمر، هذا ما يسمى بالأمر القضائي في الجناح،
هذه الشروط التي ذكرنا استنادا على ملتمس كتابي تتقدم به النيابة العامة. وهذا الأمر في إطار هذا الالتماس أو الملتمس الكتابي الصادر عن النيابة العامة الموجه للقاضي بشأن هذه الجنحة بهذه الشروط يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، بمعنى يمكن أن ينزل القاضي الجنائي عن نصف الحد الأقصى في السند القابل للتنفيذ. قلنا تبلغ الغرامة نصف الحد الأقصى، وهنا استعمل المشرع الإجرائي غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده. يبقى أن في هذه المسطرة أو في هذه الطريقة، ونحن نتحدث عن طرق إطارة المتابعة، اختار المشرع الإجرائي، اختار التعرض يمكن للمعني بالأمر أن يتعرض على الأمر الصادر عن القاضي، أن يتعرض المعني بالأمر أمام نفس المحكمة داخل 10 أيام من تبليغه، لأن هذا المسطرة تقتضي أن يبلغ، يبت في غيبته ويبلغ، ويمكن له أن يتعرض نفس المنطق الذي نعرفه عندما يصدر الحكم غيابيا. الطريقة الثالثة، ونحن دائما في الجناح، ونحن نعرف في التنظيم القضائي في المغرب قاضي تحقيق على مستوى المحكمة الابتدائية، بمعنى أن على مستوى المحكمة الابتدائية يمكن أن نتحدث اليوم عن الملتمس بإجراء التحقيق. هنا نحن أمام إما تحقيق إلزامي في جناح بنص خاص، هناك بعض الجناح المشرع الإجرائي يستلزم فيها التحقيق بنص خاص، لا يمكن أن نكون إلا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، وهنا النيابة العامة ملزمة بالتماس التحقيق من قاضي التحقيق على مستوى هذا الجناح الذي استلزم فيها المشرع تحقيق بنص خاص. وهناك التماس التحقيق في الجناح التي يرتكبها الأحداث ويقتضي نظر النيابة العامة التماس التحقيق فيها، وهناك الجناح المرتكبة من طرف الرشادة عندما تصل العقوبة السالبة للحرية 5 سنوات فأكثر. سبق وأن قلنا بأن بإمكان النيابة العامة في إطار التحقيق الاختياري أن تلتمس من قاضي التحقيق، وهنا في المحكمة الابتدائية وقاضي التحقيق المحكمة الابتدائية، أن تلتمس منه التحقيق. كاين طريق أخرى بالإضافة للملتمس بإجراء التحقيق، نحن دائما في الجناح ما يسمى بالاستدعاء المباشر، هو أيضا طريق من طرق المتابعة، طريقة سريعة مختصرة في الوقت ومختزلة في الشكليات، يحضر فيها الشخص مباشرة أمام القضاء باستدعاء. لابد وأن يتضمن هذا الاستدعاء تحت طائلة البطلان يوم وساعة ومحل انعقاد الجلسة، نوع الجريمة، تاريخ ارتكاب الجريمة، فصول المتابعة، ولابد أن يقع احترام حد أدنى من الأجال بين تاريخ التبليغ بالجلسة وتاريخ الجلسة، والمشرع يحدد 3 مدد. لابد من احترام أجل 8 أيام للقاطنين بالمملكة المغربية، 2 شهر إذا كان المعني بالأمر يقطن
إما بدولة من دول المغرب العربي أو بدولة أوروبية، خارج ما ذكر هناك أجل 3 شهور لابد وأن تفصل طائلة البطلان بين يعني الإشعار، توصل بالإشعار بتاريخ الجلسة أو بالجلسة بكل المعطيات المتعلقة بها، و يعني بين التبليغ بهذه المعطيات وبين التاريخ المحدد لها. من آثار الاستدعاء المباشر أنه يحرك الدعوة العمومية، راه قلنا طريق من طرق المتابعة، وهو يعتبر من إجراءات المتابعة كما قلنا التي تقطع التقادم. سبق وأن قلنا البارحة في الدرس التوجيهي أن مثل هذا الإجراء عندما نقول أنه يقطع التقادم، بمعنى أن التقادم عندما تبدأ مدته في السريان نحتسب المدة من بدايتها، ليس كما التوقف عندما تكون هناك استحالة من القانون نكون أمام ما يسمى بتوقف التقادم، هنا نحتسب المدة السابقة التي سرت قبل هذا السبب. بيننا في قطع التقادم، ونحن هنا نرى الاستدعاء المباشر كما الملتمس بإجراء التحقيق هي من إجراءات قاطعة للتقادم، بمعنى أن مدة التقادم عندما تبدأ في السريان لا بد أن نحتسب مدة التقادم من بداية. الاستدعاء المباشر يفرض الحضور كما حدد في الاستدعاء، وإلا حكم الشخص غيابيا، ولا يمكن أن يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا إذا قررت المحكمة ذلك. ولكن عندما يكون الغياب غير مبرر يمكن للمحكمة أن تصدر حكما بمثابة حضوري. الحكم بمثابة حضوري يفوت على المعني بالأمر الطعن بالتعرض، والطعن بالتعرض فائدته أنه يعرض أمام نفس المحكمة، يلغي الحكم المتعرض عليه ويعتبره كأن لم يكن، وتعطى الفرص كل الفرص في القضية بهذا الطعن. إذا لاحظوا معي عندما نتحدث عن الحكم بمثابة حضوري أنه يفوت فرصة الطعن بالتعرض ولا يبقى أمامه إلا الطعن بالاستئناف، معنى ذلك أنه لن يستفيد من كل ما يمكن أن يمنح له المشرع الإجرائي بخصوص القضية وما تتضمنه من حقوق الدفاع. هناك طريق أخرى، نحن دائما في الجنحة، وهنا بالخصوص أمام جنحة متلبس بها أو كما قلنا في الدرس التوجيهي أو لا تتوفر في المعني بالأمر الضمانات الكافية للحضور. لاحظوا معي كيف أن المشرع الإجرائي يساوي بين التلبس الذي درسنا بصوره والإشكاليات المتعلقة به وبين عدم توفر المعني بالأمر للضمانات الكافية للحضور. هنا يمكن أن نرجع للمادتين 74 و385، هنا يسميه الفقه بالعرض الفوري على الجلسة أو عرض المتهم مباشرة على الجلسة دون اللجوء إلى الاستدعاء الذي تحدثنا عنه إن كان معتقلاً لابد وأن يقدم داخل 3 أيام. هدرنا عن الأجل أو تكلمنا عن الأجل ديال 3 أيام، وحقيقة أن المشرع هنا يتحدث إما أن يقدم الشخص في حالة اعتقال على أن لا يتعدى هذا تقديم مباشرة للمحاكمة المكس أو الحد الأقصى هو 3 أيام، ويمكن أن يقدم في حالة صراح بكفالة شخصية أو مالية. هذه خيارات يضعها المشرع الإجرائي، لها شروط لا على مستوى من يطلبها ولا على مستوى في أي إطار يمكن أن يتقدم بها. نصل الجنايات،
عندما يتعلق الأمر بالتلبس بجناية غير خاضعة للتحقيق الإلزامي. ماذا قلنا عن الجنايات الخاضعة للتحقيق الإلزامي بالنسبة للرشدة؟ أما الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث كلها تخضع للتحقيق الإلزامي. بالنسبة للرشداء هي المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد أو بالعقوبة السجنية التي يكون حدها الإقصاء 30 سنة، يعني من المستجدات ديال المشرع 2002. هنا نكون أمام المادة 73. لاحظوا معي تقليص نطاق التحقيق في المغرب أعطى للنيابة العامة هامشا من الاشتغال يكاد يشبه ما يقوم به قاضي التحقيق. هنا يحال المتهم بعد استنطاقه من طرف الوكيل العام للملك أو أحد نوابه مؤازرا بدفاع رهن الاعتقال على غرفة جنايات في أجل لا يمكن أن يتعدى 15 يوما. صحيح أن المشرع هنا يتحدث عن خيارين، إما أن تكون القضية جاهزة للحكم نلتزم بهذا الأجل وبهذه الإحالة ومع ضمانة الدفاع على غرفة الجنايات، وقد ترى النيابة العامة على أن القضية غير جاهزة للحكم. نحن هنا نتحدث عن جناية متلبس بها غير خاضعة للتحقيق الإلزامي. إذا كانت خاضعة للتحقيق الإلزامي من اللازم على النيابة العامة أن تسلك طريق الملتمس بإجراء التحقيق وليس الإحالة على غرفة الجنايات. عندما تكون القضية غير جاهزة لا تملك النيابة العامة، وهذه سلطة تقديرية عند النيابة العامة، ولكن عندما تنتهي قناعتها إلى أن القضية غير جاهزة هنا سلوك النيابة العامة طريق الملتمس بإجراء التحقيق. ما هو الملتمس بإجراء التحقيق؟ الملتمس بإجراء التحقيق هو وثيقة مكتوبة تلتمس فيها النيابة العامة التحقيق من قاضي التحقيق، تكون مرفقة بملف شامل حول وقائع الجريمة من جهة وحول نسبة هذه الجرائم إلى أشخاص. الذي ينبغي أن نقف عليه بالإضافة لما ذكر أنه يمكن للنيابة العامة أن تلتمس التحقيق ولو ضد شخص مجهول، ويمكن هذا الشخص مجهول يكون بصفة عامة، ويمكن يعني أن تتحرك المسطرة على مستوى البعض في انتظار ما سيؤول إليه التحقيق. وسبق وأن قلنا بأن التحقيق عيني وليس شخصي، بمعنى أن قاضي التحقيق يلتزم بالأفعال المحالة عليه لا يخرج عنها إلا وفق شروط معينة نحترم فيها الفصل بين المتابعة والتحقيق، بينما يمكن لقاضي التحقيق أن يوجه التهمة لغير الأشخاص المتابعين. سنقف على هذه الأمور عندما نصل لقاضي التحقيق. من الشروط التي ينبغي أن نلتزم بها على مستوى الملتمس بإجراء التحقيق لا بد أن يكون الملتمس مؤرخاً وموقعاً من طرف النيابة العامة. التاريخ يضمن لنا قطع التقدم، والتوقيع عند تخلفه تصبح المسطرة باطلة، وهذه جائزات صارمة في القانون الإجرائي. ولاحظوا معي مدى الفائدة التي يمكن أن يستفيد منها الشخص خاصة المتهم عندما تنتهي المسطرة إلى البطلان أو أن تواجه المسطرة بهذا القرار الصارم. عندما يضع قاضي التحقيق يده على القضية بملتمس بإجراء التحقيق تخرج القضية من يد النيابة العامة. هنا نقول الدعوة العمومية ليست تحت تصرف النيابة العامة. اللهم ما ينصص عليه أو تنصص عليه المادة 91 يمكن للنيابة العامة، يمكن للنيابة العامة إما بشكل مباشر أو بطلبين من الضحية كمطالب بالحق المدني المتضرر المطالب بالحق المدني أو للمتهم. يمكن أن يعني القضية يعني يمكن لهؤلاء أن يلتمسوا
سحب القضية من قاضي التحقيق. من الذي يتدخل للحسم في هذا الأمر؟ الغرفة الجنحية. سبق وأن درسنا الغرفة الجنحية كهيئة تحقيق جماعية لها رئيس، له صلاحيات، يمكن للنيابة العامة كما يمكن للمتهم والنيابة العامة إما مباشرة أو بطلب من المطالب بالحق المدني أن تطلب وتحيل هذا الالتماس للغرفة الجنحية من أجل سحب القضية. صحيح أن هذا لا يحول دون استمرار قضية التحقيق، ولكن على الغرفة الجنحية داخل 10 أيام أن تحسم. هنا نقول هذا السحب لا بد وأن يكون لحسن سير العدالة. لاحظوا معي، ولو أننا أمام صلاحيات، أمام مهام، أمام كل متدخلين يعمل في إطار ويملك بشأنه السلطة التقديرية، ولكن عندما نرى المنظومة في تركيبتها نلاحظ على أن الكل مؤطر بالقانون، ولا أحد يملك من السلطة أكثر مما ينبغي. وبالتالي لاحظوا معي كيف أن هناك أجال، كيف أن هناك شكليات يجب احترامها، كيف أن هناك مضامين ينبغي احترامها، هناك علاقات تعطينا دائما أن أهم ما يمكن أن نصل إليه هو كشف الحقيقة وحسن سير العدالة الجنائية. وهنا عندما نتحدث عن سحب القضية من قاضي التحقيق سنرجع لهذا الموضوع. نحن هنا فقط نتحدث عن المتمس بإجراء التحقيق، وقلنا بأن عندما تلتمس النيابة العامة من قاضي التحقيق وعندما يتدخل قاضي التحقيق لا تبقى القضية بيدها، ولكن لها إمكانيات إجرائية وازنة كما هو الحال بالنسبة لالتماس سحب القضية من قاضي التحقيق. وتبارك الله عليكم.